انا بطلب النهارده ان احنا عندنا 20 يوم معسكر مغلق من يوم 9 10 لحد يوم 29 10، نعم كلنا من اول مسؤولين، انا يعني هتقول لي طب انت ما انت بتتكلم، انا طالع عشان اقول ان احنا نعم عايزين نقفل كلنا، لان اي حد النهارده بيطلع على الهواء هيغلط في كلمه، هيقول حاجه هنا، أو هيخلي بيطلع على فيه السوشيال ميديا. هيطلع فيه تساؤلات هنا، فيطلع بكره الصبح تسريبات مش عارف ايه وبتاع. كل من هو منتمي للنادي الاهلي من اول مسؤولين، صحفيين، صحفيين اهلاويه او منتمين للنادي الاهلي اداري، نقفل على نفسنا 20 يوم يا جماعه، 20 يوم نهدي الدنيا كلها. تاني انا بقول هو من الاول عشان الجمهور يقول لك ما حدش يلومنا احنا، ماشي، انا مش بقول الجمهور بس، بقول لك قبل الجمهور المسؤولين واللعيبه طبعا، ده نمره واحد، هم دول نعم الادوات بتاعتنا. كابتن محمد رمضان ان شاء الله عندنا ثقه فيه مع الجهاز ومع المجموعه كلها، يقفلوا على نفسهم وباذن الله يعوضوا الاخفاق اللي حصل في الماتش بتاع السوبر. ايه اللي قلقك؟ لا، لان الحاله اللي حاصله انك انت في تنافر، اللي النهارده حد بيطلع يقول انت بتتكلم على اعلام ولا بتتكلم على سوشيال ميديا ولا بتتكلم على مين؟ كله القضيه، ما هي مش سر، هي القضيه بتاعت القصه بتاعت قندوسي وامير، ما اتفجرت وعملت مشاكل وعملت مش عارف ايه، والاهلي حقق، خلاص نقفل الملف ده دلوقتي، خلاص تمام، وامير ده غصب عنه طلع ولازم يدافع عن نفسه لان طبيعي، خلصنا، خلاص نعم. دلوقتي نوقف، ما فيش حاجه هتحصل في ال 20 يوم دول. احنا تاني كلمه الاهلي فوق الجميع دي يعني ايه؟ يعني تمام، احنا دلوقتي ما حدش فينا هيروح في حته يعني، وعلى فكره الجمهور على فكره مش بقول كده عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا، فمحدش يقول لنا حاجه، احنا مضغوطين بنكسب ومضغوطين بنخسر، نعم. احنا ما احناش الجمهور، احنا رايحين نحتفل بماتش نعم. سموحه، في ماتش سموحه بالدوري الصعب ده، الجمهور بيتكلم على الصفقات وبيتكلم ده صحيح. فاحنا كده كده مضغوطين، بس اللي انا حاسه دلوقتي لا، ان بقى في حاله احنا محتاجين نقفل على نفسنا، مش بس اللعيبه، كل انت من مش هو عايز حالة جدل يعني؟ مش عايز دلوقتي، انا عايز 20 يوم احنا يعني ورا، انت نفسك مش هتكتب على السوشيال ميديا مش خلاص؟ ال 20 يوم دول مش هكتب اي حاجه، انا ما بكتبش يعني، انا 20 يوم انت عملت بنوشات الاسبوع اللي هحكي فات. لك عليه، خلاص يا احكي. سيدي، ولا يا عم انا غلطان، خلينا نقفل دلوقتي على نفسنا ال 20 يوم دول لحد ما نعدي المطبين اللي عندنا، او الفرصتين اللي عندنا، بلاش مطبين، بطولتين مهمين، السوبر المصري والماتش العين في ببطوله ب 2 مليون دولار، حرام انك انت النهارده بعيدا بطوله اول حتى مره، الملايين جماهير بطوله اول الاهلي. مره تتعمل، نعم وتبع تنظيم الفيفا، وحاجه في منتهى الشياكه ومنتهى الجمال، نقفل على نفسنا، محدش فينا هيجري، محدش فينا رايح في حته، كلنا يعني اتمنى ان يبقى في مبادره بهاشتاج كده 20 يوم الاهلي فوق الجميع.